ومرحبا بكم مجددا. كان بغي نشكركم كاملين على الدعم ديالكم وكذلك على التشجيعات ديالكم المستمرة منذ فتح القناة. اليوم ان شاء الله جبت لكم الوصفة ديال لي سابلي، غادي نوريكم الطريقة المعتمدة عندي واللي جبتها على محترفين ديال الحلويات اللي كيصاوبوا لي كوموند الكبار. هاد الطريقة كيجي بها السابلي هشيش وبنين، وكذلك كيبقى محافظ على الشكل ديالو مور اللي كديروا له الطابع وكتدخلوه الفران، ما كيتغيرش نهائيا. اذا بقوا معايا باش نشوفوا المكونات وكيفية التحضير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا العجين ديال السابلي، فاحنا غادي نحتاجو 300 غرام ديال السكر. وهنا بالنسبة للسكر انا خديت جوج ديال الكيسان ديال العنبة ديال السكر سنيدة وطحنتهم في الخلاط الكهربائي حتى حصلت على سكر كلاصي باش كيجيني العجين رطب. بالنسبة للزبدة فغادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة ديال العلب، انا استعملت كتجي بنينة اكتر من الزبدة ديال المارغارين. خديت كذلك جوج كيسان قل ربع تقريبا ديال الزيت بعبار الكيسان ديال العنبة، كذلك خديت ربعة ديال البيضات، قبيصة ديال الملح، جوج ديال لي ساشي ديال الفاني، وملعقة كبيرة ديال الجلوكوز بالنسبة للناس اللي كتعجبهم القرمشة في لي سابلي، وهذا مكون كيبقى اختياري يمكن لكم تستغناو عليه. بالنسبة للقياس ديال الدقيق الأبيض فأنا احتاجيت تقريبا كيلو و 300 غرام، نتوما غادي تحتاجوا الدقيق على حسب ما يتجمع. في واحد الوعاء كبير أو لا في القصرية غادي ناخدو الزبدة ديالنا. أنا بالنسبة لي استعملت 250 غرام ديال الزبدة، كيف ما ذكرت لكم فأنا استعملت الزبدة ديال العلب. كذلك غادي نضيفوا عليها داك 300 غرام ديال السكر ديال سنيدة. بعد ما طحنتهم حصلت على سكر كلاصي باش كيجينا العجين رطب اكثر. غادي نحاول انني ندمج الزبدة مع السكر كلاصي. وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نحصل على واحد الكريمه. بعد ما جمعت كلشي المكونات ديالي حصلت على واحد العجين بهذا الشكل. هذا ما كيجيش قاسح بزاف وما كيجيش رطب، يعني ماشي خفيف بزاف على هذا الشكل. هذا بغيت نشير الى ان ديك الملعقه ديال الجلوكوز تحذف لي المقطع ديالها، فانا ضفتها مباشره بعد ما زدت الزيت والبيض وكذلك الفاني وديك القبيصه ديال الملح. مباشره ضفت الملعقه ديال الجلوكوز، وكيف ما قلت لكم كتبقى اختياريه، اللي كيبغي يضيفها كيضيفها واللي ما كيبغيش كيستغنى عليها، فهي كتساعد على يعني كتعطي واحد القرمشه للسابلي ديالنا. بالنسبه للدقيق فانا دخل لي تقريبا كيلو و 300 غرام، وانتم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم ف
فغادي ديروا الدقيق على ما يتجمع لكم. بالنسبه للعجين فانا غادي نقسموه هكذا للكويرات، انا قسمته لسته ديال الكويرات تقريبا. غادي نديرهم في الفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي، وغادي نحفظهم في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. من الأحسن أنكم تبيتوا هذا العجين هذا حتى كيرتاح مزيان، ولا غد ليه عاد كتخدموه أو لا كتشكلوه يعني، فما كتلقاو حتى شي صعوبة في من كتجيو تدخلوا الفران، كيبقى محافظ على الشكل ديالو. وهذا هو المشكل اللي كيتشكاو منه بزاف ديال الناس خصوصا المبتدئات، فكيقول لك كنطبعوا الاخر، كنشكلوا العجين ديال السابلي بالمرشم، ومين كندخلوه للفرن فهو كيتغير في الشكل ديالو. هذه الطريقه راه كتساعد، غير جربوها. وكذلك كتنقص عليكم حتى العناء، فالسابلي كيبغي شويه ديال الخاطر وشويه ديال الوقت. اذا انا غادي نحفظهم في الثلاجه كيف ما قلت لكم حتى الغدا. وعاد بالنسبه للناس اللي مزروبين بالوقت وما كيقدروش يخليو العجين ليله كامله في الثلاجه، فيمكن لهم يحتفظوا به ساعه واحده في الثلاجه قبل ما يبداو يشكلوا العجين. اذا بعد ما احتفظت بالعجين ديالي في الثلاجه لمده ليله كامله، فانا جبت اول كويره باش نبدا نشكل اول نوع من العجين. فاحنا غادي نخدموا دابا العجين ديال السابلي المنمر، واللي كيجي على يعني سابلي زيبغي. فانا جبت الكويره ديالي وضفت لها تقريبا جوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو. انا ضفت لها الكاكاو المر الخام اللي كيتباع في لي ساشي. حصلت على واحد لون بني غامق. الشكل ديالي ديال العجين ديال السابلي بالكاكاو كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نطلقوا العجين ديالنا بين جوج ديال الورقات من ورق الطهي او البابي كويسون، فهاد الشيء كيساعدنا اكثر. كنتحكموا في العجين وكنطلقوه بكل سهوله باش ما كيبقاش يلصق لينا في سطح العمل. كنستمروا بهذه الطريقه غير بشويه. حتى كنفردوا العجين كامل. بعد ما فردت العجين ديالي فانا غادي نحصل على واحد الشكل بحال هذا بهذا السمك، يعني ما كنرققش بزاف وما كنخليهش رقيق غليظ عفوا. وغادي نجيب واحد الكره بيضاء غادي نحايد بها من العجين الابيض بغيت نقصد، وغادي نبقى ندير كويرات صغيره اللي غادي نشكل منهم واحد الخيوط رفيعه جدا. كيخصني نرققها مزيان مزيان، وغادي نبقى نوضعها بشكل عشوائي هكذا فوق العجين البني. وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل كل شيء العجين ديالي. بعد ما سرحت العجين ديالي البني ووضعت فوقه الخيوط الطويله بالعجين الابيض، غادي نوضع من فوق منه الورق ديال الطهي
وغادي نبقى نضغط عليه بالدلاك او لا بالوراق بهذه الطريقة هذه. وهكذا غادي نحصل على العجين ديال الصابلي المنمر. العملية غادي نعاود نقوم بها بالنسبة للعجين الأبيض. فأنا هنا بالنسبة لي خديت واحد الكرة من العجين الأبيض غادي تكون هي لاباز، وبالنسبة للخيوط الرفيعة فأنا غادي نستعمل ليشوت اللي بقات لي من العجين البني. بالنسبة لما تبقى من العجين فيمكن لكم تستعملوا أي نوع من المراشم أو الطوابع ديال الصابلي. بالنسبة لي أنا فأنا غادي نستعمل هذه الأشكال. بالنسبة لطريقة الطهي فأنا دخلتهم الفران سخون على درجة حرارة 180 درجة، كنطيبهم لتحت وكنعاود نشعل عليهم الفوق باش كياخدوا لي غير شويه داك اللون الذهبي، وكنخرجهم ما كنخليوهمش يتحمروا بزاف. فالصابلي ما كيبغيش طياب بزاف، يعني ما كيفوتش 10 حتى 12 دقيقه على الاكثر في الفران، هكذا باش كيبقى لينا طري وهشيش. الاقتراح الثاني ديال طريقة التزيين فأنا غادي نحتاج شوية ديال السكر غلاسي والقليل من بودرة الكاكاو الخام. غادي نجيب واحد الصحن
وغادي نوضع فيه الغطاء ماشي القاعدة ديال السابلي. غادي نجيب واحد الورق المقوى بحال هذا، وغادي نحاول نوضعه في النص ديال الحبة ديال السابلي، وغادي نجيب واحد الشبكة رقيقة بحال هذه، غادي نوضع فيها القليل من السكر كلاسي، وغادي نحاول نزين فقط النصف بهذا الشكل هذا. وبنفس الطريقة غادي نحاول أنني نزين النصف الآخر، ولكن هذه المرة بالبودرة ديال الكاكاو. كيف ما هو موضح في الفيديو، وكنحصلوا على واحد الشكل بحال هذا. هنا كندهنوا القاعدة بالقليل من المربى، وكنلصقوا البلاطو ديال السابلي كيجي على هذا الشكل هذا. اما المذاق كيجي رائع جدا، وكيجي بنين وهشيش. نتمنى انكم تجربوه، وتخليوا لي ارائكم في التعليقات، وتخليوا لي كذلك اللايك واشتراك بالنسبه للجدد. كنبغي كذلك نشكركم على الدعم ديالكم المستمر للقناه والمتزايد، وان شاء الله ترقبوني في وصفه اخرى من حلويات العيد، وفي فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.